الحمد لله من حسن حظنا في هذه الليلة المباركة قد حضر لدينا صديقنا الحميم الشيخ غانم بن حسن السليطي حفظه الله ورعاه من دولة قطر. نرحب به ترحيبا حارا نيابة عن لجنة المنظمة لهذه الجلسة ونيابة عن جميع شعب المسلمين من ولاية كيرلا ومن دولة الهند. We acknowledge here the presence of the great scholar and Islamic propagator in Australia, Janab Nurul Hasan Sahab. He is the founder of Mustafa Academy. Inshallah, he will address you after the speech of Ustad. And inshallah, Ustad Sheikh Ghanem bin Hassan Suleiti yulqi ilaykum ba'd al-kalimat bil ikhtisar inshallah. Falyatafaddal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لنا إذا رجيتنا كانت مفاجأة. يعني أنا يوم قالوا لي الشيخ أبو بكر موجود جيت إني أسلم عليه، ما توقعت ما شاء الله موجودين الكثر. بس حبيت إني أقول لكم الله يوفقكم إن شاء الله وتكونون إن شاء الله على دينكم إن شاء الله ثابتين يا رب العالمين. واسمحوا لي. السلام عليكم. بحرينيل 60 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്ത അന്താരാഷ്ട്ര ഖുർആൻ മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ മർക്കസ് വിദ്യാർത്ഥി ഷമീർ അസ്ഹരിക്ക് ഷെയ്ഖുനയുടെ പ്രഭാഷണത്തിനു ശേഷം അവാർഡ് നൽകപ്പെടും. മൗലിദുൽ അക്ബർ അന്താരാഷ്ട്ര മീലാദ് കോൺഫറൻസിൽ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർഗളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൗലിദ് പാരായണം നടക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ വർഷത്തെ റബീഉൽ അവ്വലിൽ നടന്ന മൗലിദ് സദസ്സുകളുടെ സമാപനമായി മൗലിദുൽ അക്ബർ ഷെയ്ഖുനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحان من من على المؤمنين بأكرم مولود إذ بعث فيهم رسولا منهم وجعلهم سيد الوجود يتلو عليهم آياته ويزكيهم من سبقات الشرك والجحود ويعلمهم الكتاب والحكمة بالوعيد والوعود ويدعوهم إلى عبادة الخالق الرازق المعبود بالصيام والقيام والركوع والسجود ويأخذ منهم المواثق والعهود بتوحيد الله الواحد الأحد الفرد المقصود الذي ليس له والد ولا مولود فلم يكن له كفوا ولا ند في الموجود فنصلي ونسلم على هذا النبي المحمود الذي هو أشرف الخلائق وأفضل مولود وصاحب الحوض المورود وله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود وبيده اللواء المعقود وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم المعبود صاحب الكرم والجود
وخير شاهد ومشهود محمد رسول الله سيد الوجود والذين معه أشداء على الكفار أهل الجحود رحماء بينهم بالتراحم والتحابب في الله الودود سيماهم في وجوههم من نهر السجود فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأولادهم وأزواجهم الولود وفي ولادته تشرفت الأرض والسماوات دون عدد ولا حدود وعند ظهور نوره تنور العالم من المشارق إلى المغارب بأزهار الورود وتباشرت به الكائنات والملائكة بالنزول والصعود ورحبت الشمس والقمر بهذا الفجر الموعود المبشر به في التوراة والإنجيل وزبور داود من لدن آدم من الأنبياء والجدود وأضاءت الأنجم الزاخرات بالتحيات والتهاني في القيام والقعود يا نبي سلام يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم روضة الهادي نبينا هيئات متقينا كل من قالوا راضينا بالحبيب مولاي محمد يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام Oh,
ഭംഗിയാറ്റിൽ